السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ إسماعيل جنا، مدرس بمؤسسة دواء الدبني، المستوى السادس، مادة اللغة العربية. تلاميذي تلميذاتي الأعزاء، نلتقي مجددا في حصة جديدة، وهذه المرة سنكون مع مكون الاستجابة، وموضوعه سنن الصيام. إذن سنتعرف سنن الصيام. سبق لنا وأن تعرفنا في الدروس السابقة على شروطه، أي شروط الصيام وفرائضه. اليوم سنتعرف سننه. إذن الأهداف المتوخاة من هذا الدرس هي تعرف سنن الصيام، ثم التمييز بين فرائض الصيام وسننه، ثم الالتزام بسنن الصيام خلال الشهر رمضان المبارك الذي نحن مقبلين عليه في الأيام المقبلة إن شاء الله. إذن ننتقل إلى محاور الدرس. إذن نبدأ بوضعية الانطلاق. بلغ أحمد سن البلوغ فقرر أن يصوم رمضان هذه السنة، فطلب من أخته كنزة أن تعرفه سنن الصيام. إذن من خلال الوضعية إذن نجد أن أحمد قد بلغ سن البلوغ، أي وصل السن الذي أصبح فيه مكلفا بصيام رمضان كله، فقرر أحمد أن يصوم رمضان ولكنه لا يعرف سنن الصيام، أي صيام رمضان. إذن المطلوب منا مساعدة أحمد في معرفة سنن صيامه وأحكامه. إذن ننتقل إلى الشواهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه الإمام مسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى السحور في هذا الحديث، يدعون إلى السحور لأن السحور فيه بركة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، أي من لم ينوي الصيام قبل طلوع الفجر فصيامه يعتبر غير صحيحا، لأن النية أو نية الصيام هي من فرائض الصوم، وبالتالي لا يصح الصيام بدونها. إذن وألفاظ هذه النية تكون: اللهم إني نويت صيام هذا اليوم، أي بعد السحور، أي قبل طلوع الفجر، أنوي صيام اليوم كل يوم بيومه. إذن من هنا نستنتج أولا أن السنة وهي كل فعل يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والسنة هنا هي كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال، هي كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال، وهي من فعلها، أي حكمها أنها من فعلها يتوب عليه الله، أي يجازيه الله ويأخذ فضل هذا الفعل، ومن تركها فلا عقاب عليه لأنها سنة وليست فرض عكس الفرض، أي أن نجد الفرض أن من تركه يعاقب ومن فعله يجاز لأنه فريضة، في حين أن السنة هي فعل يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ومن السنن الصيام التي نحن بصدد تعرفها: أولا تعجيل الفطور. ما معنى تعجيل الفطور؟ أي أننا نعجل مباشرة بعد سماع آذان المغرب، نعجل إلى الإفطار، لا ننتظر ولا نتهاون في ذلك، لأنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإفطار يكون بالتمر أو الماء على الوتر. ثم تأخير السحور، ده من سنن الصيام كذلك، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور، إذن حتى تبقى وقت قليل لأذان أو دخول وقت الفجر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتسحر. ثم من سنن الصيام كذلك الإفطار على الوتر. ما معنى الإفطار على الوتر؟ أي أن من التمر أو الماء، أي أن الوتر أن يكون العدد فرديا، مثلا كأن نأكل تمرة أو ثلاث تمرات أو خمس تمرات، كذلك بالنسبة للماء
إذا شربة واحدة أو ثلاث شربات أو خمس، دائما يكون العدد الثمرات التي نأكلها أو الماء الذي نشربه يكون عددا فرديا، لذلك يسمى الوتر. ثم كذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان كان يعتكف في المسجد ولا يخرج منه إلا لصلاة العيد، وهذه كذلك من السنن المحمودة في الإسلام، ودعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تتبعها وامتثال بها. إذن ومن فعل هذه السنن يتاب عليه على فعلها ولا يعاقب على تركها، كما قلنا كذلك، بينما الفرائض من فعلها يتاب ومن تركها يعاقب، أي أن الفريضة هي مفروضة على فرض، أي واجب على كل مسلم، في حين أن السنة هي ترغيب أن يجب القيام بها، ولكن إذا نسيها الإنسان أو تهاون فيها فلا عقاب عليه، وإذا قام بها فله جزاء كبير من الله سبحانه وتعالى. إذا ننتقل الآن إلى فقرة التدرب. إذا سبق وأن تعرفنا في الدروس السابقة قلنا بالنسبة لفرائض صيام وشروطه مجموعة من الفرائض والشروط. اليوم بالإضافة إلى السنن سنقوم بتمييز بين فرائض الصيام وسننه وشروطه مما يلي، لأننا سنميز فرائض الصيام لوحدها ثم سننه لوحدها ثم شروطه لوحدها. إذن لدينا العقل، النية، تأخير السحور، البلوغ، تعجيل الفطور، ترك الأكل والشرب. إذن سنقوم بتمييز هذه العناصر حسب نوع كل منها. إذن أتمنى أن تستوعبوا الدرس جيدا، وإلى لقاء في حصة قادمة إن شاء الله، في أمان الله.